بقى كمان وراثيه. يعني في بعض بالذات لما تلاقي مثلا واحد جاله ورم في البنكرياس ويقول لك ده انا اخويا كان جاله او ابن عمي جاله او كده، لقوا في بعض الجينات بيحصل فيها خلل معين وقد تؤدي الى كده بالذات في النطاق العائلي. ووضحنا برضه دكتور محمد الالتهاب المزني مزمن. معانا اتصال تليفوني، ام عبد الرحمن اتفضلي. اهلا وسهلا. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله كل عام وانت بخير. صحه وسلامه. حضرتك انا مريضه سكر بقالي 12 سنه. ايوه. وطبعا جالي الضغط اثناء السكر. الضغط كمان. فحضرتك كنت بتعالج ومظبطه السكر وكل حاجه، ما كانش بيزيد عن 155 الرينج بتاعه. وبعدين كنت باخد انسولين، فالانسولين عبى ميه في جسمي، فالدكتور المعالج لغاه واداني حبوب دايماز. فبعد كده الضغط ابتدى يتقلب عليا ويعلى جامد، فالدكتور المعالج قال لي الدايماز ده عمل تفاعل مع ادويه الضغط وازالي وعلاني الكرياتين. الكرياتين بقى يبقى 2.6 بقى يعلى. فغير لي دواء السكر لدواء تاني اسمه مش عارف نوفو ولا ايه. ايوه. بقى له اسبوع. تمام. فجاه لقيت السكر عندي حضرتك 438 اول مره في حياتي. المشكله بقى اللي ظهرت عندي ان انا عندي هرش في جسمي شديد جدا جدا جدا، لدرجه ان انا بعور نفسي في كل مناطق جسمي، فقالوا لي برضه إكزيما عصبيه. فارجوك ارجوك شوف لي موضوع الهرش، لان ما بنامش خالص من الهرش ده ومش عارف اعمل. لا ان شاء الله الدكتور محمد هيطمنك يا ست ام عبد الرحمن. شكرا. طيب اتفضل. واضح ان هي عندها كذا مشكله في امراض مختلفه، سكر وضغط وكرياتين عالي والسكر عالي وكلام من ده. هل ده له علاقه ب يعني هو لازم ناخد بالنا من حاجه. اولا هي قالت انها كانت ماشيه على انسولين وكان السكر مظبوط، والحقيقه اللي بيحتاج انسولين صعب قوي يرجع على اقراص تاني. يعني قصه انها عبى ميه او كده، لا لازم نراجع القصه دي تاني. اللي احتاج انسولين من الاول مش ممكن تظبط على الاقراص، وعشان كده عندها سكرها 400. مشكله السكر لما تسيبه فتره مش مظبوط بيأثر على الكلى، وده اللي حصل معاه ان هي الكرياتين ابتدى يعلى بقى 2.3 لان السكر 400. ودي حاجه خطيره جدا، يعني عندها عاملين خطوره، عندها ضغط عالي وعندها سكر، والاثنين دول بيتعبوا الكلى. فانا رايي لازم نراجع مع دكتور السكر بتاعها، ترجع تاني على الانسولين. في انواع كتيره ممكن تجرب حاجه ثانيه، بس اللي هيتظبط بالانسولين صعب قوي يتظبط بالاقراص. دي النقطه الاولانيه. تمام. بتاعت الانسولين بتاعتها. النقطة الثانية بتاعت الهرش، لازم تعمل وظائف كبد. ووظائف الكبد انزيمات العادية، وفي انزيمين بتوع القناة المرارية. حاجة اسمها جاما جي تي وحاجة اسمها القناة فوسفاتيز. الاثنين دول لازم نعملهم، لأن ساعات الهرش بيبقى ده نتيجة إن في انسداد في القناة المرارية والبايل اسيدز اللي هي الاملاح المراره اللي المرارة في الدم بتطلع تاني في الدم فتعمل الهرش ده. تعمل الهرش. ودي يبقى ليها اسباب ممكن تتعالج وليها اسباب لازم نعرفها ايه ونعالجها. لو ما طلعتش دي كده يبقى خلاص، يبقى القصه مجرد بس هرش، يبقى ممكن تاخد ادويه بتاعت الهرش ده. بس قبل ما نخش في ادويه الهرش لازم اتاكد ما فيش انسداد في القنوات المراريه. طيب ام عبد الرحمن دلوقتي برضو عايز اوضح حاجه، ان الدكتور محمد هو استاذ الجراحه والاورام بطب عين شمس، وبالتالي الاورام المتعلقه بالجهاز الهضمي ومنها الكبد. فبالنسبه للحاله بتاعتك اكيد يعني الدكتور محمد النصح والارشاد بالنسبه ليكي، الموضوع ده يعني عدى عليه كتير قوي، فهو عايز يربط ليكي موضوع الهرش وموضوع الاعراض المختلفه بتجيلك لها علاقه بالكبد. فهو النصيحه بتاعته الاساسيه ليكي دلوقتي انه تحللي وظائف كبد ومنها الاملاح بتاعه المراره اللي هي بتبقى موجوده في الدم اساسا عشان موضوع الهرش اللي عندك ده، وربنا يديكي الصحه والعافيه. اتكلمنا على العوامل واتكلمنا على الاعراض المختلفه بالنسبه، واتكلمنا على الالتهاب الحاد واتكلمنا على الالتهاب المزمن. الاورام دي مشكله كبيره جدا. مشكلته ايه؟ ان هو لما خدنا بالنا من الفيديو اللي حضرتك عرضته، هو موقعه في حته في الجسم غويطه جدا. يعني الواحد لما بيطلع له ورم في اي حته في الجلد بيشوفها تاني يوم، لكن ده في مكان ما بيديش اعراض، وغالبا لما بيبتدي يدي اعراض بيبقى حاله متاخره قوي، وده صعوبه اورام البنكرياس.